شو ممكن انه ينعمل يعني؟ كل شيء واضح قدامنا، واضح كثير شو اللي صار. بعد السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك زميلي. بس تخلص تحاليلك نحن بنرجع بناخدك. طيب. على شو عم تطلع أخي؟ هي أول مرة بوقع بهيك موقف، لهيك لا تتعب حالك أنت. ليش بدي أتعب بقى؟ بتتعود. أخي خلينا نروح ونشرب كاسة شاي تحت. يلا. إذا ما نفذت يلي حاطلبه منك بالحرف لا تحلم تشوف حبايبك بعد اليوم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك. جيت لعين. تفضل. فوت فوت فوت. اصحيك يلا يلا. على مهلك طالع سلاح. على مهلك هات المفاتيح شباك. لا تتحرك. هات المفاتيح. يلا تحرك. فلي للباب. أرسين أخي الغالي. أهلين كيفك؟ أخي. يلا أنت بخير، ربحت لي نصيب معنا اليوم. إيه عن جد أنت أخي، خدوني إلي كمان دخيلكم. خراس وسكوتوا لك. فك الكلبشات فورا. بدك تلعب دور البطل هلأ كمان؟ فكهم شبك صافي. مين هالحلوة هاي؟ لنطلع من هون بالأول تتعرف عليها بطيتك. بعرف طبعاً. لنطلع من هون بالأول. يا ربي في شي مثل الحرية؟ خليك مكانك ولك. لو سمحت فكوا لي كلبشاتي كمان الله يوفقكم. خراس ولك استغلالي. ما حبيتك بنوب. بترجاك الله يوفقك، أنا كنت ساعدكم كمان. ما رح تقدر تساعدنا، مين مفكر حالك أنت؟ والله بقدر، ليش حتى ما أقدر؟ خلص جرب وبتشوف إني بقدر، بترجاك. بالله؟ عن جد ولا؟ ها؟ قلبك بيتحمل شوفة الدم؟ قلبي بيتحمل كتير لأنه Ha ha ha.
اسكتي سينام، اسكتي اسكتي، ما بدي اسمع حسك. خلاص ولك حيوان، عيونك عم ينقط منهم طيبة، لو ما كنت مكلبش كنت متأكد انك بتبكي. شو عم يصير معكم؟ رجعي ولك، من وين جبت هاي الباربي ولك؟ ها؟ شو نعمل بالدكتور؟ لك خرسي بقى. بنتي أمك وينة؟ أنا أجيت لحالي لعندك بابا. بنتي أنت شو عم تحكي؟ في بنت عقلة بتطلع لحالة على الشارع؟ شو أعمل؟ أمي ما بتسمح لي أجي شوفك. لا اتصل بأمك أنا لتجي وتاخدك معناها. بابا أنا اليوم كتير زعلت. ليش بنتي؟ رفقاتي كانوا عم يتمسخروا علي وقالوا عنك نص أب. بابا أنت بأسرع وقت بدك تتحسن، ما ورح ترجع توقف على رجليك ورح تحارب الأشرار كلهم، ما هيك؟ رح قوم بنتي. اسمعيني منيح، ما بقول بس حلوة وصغيرة، ببعتك كمان على مكان تاني، ما بدي اسمع صوتك، فهمتي؟ قومي تحركي يلا، انت رح تطلعي قدامي على انك ممرضة وما رح تخليهم ينتبهوا على شي. شو رح نعمل بهدول؟ هذا الوسخ يلي هون مسحلي ملفه قبل غيره، الدكتور كمان خده على طاولة العمليات، خليه هو هالمرة يتسطح تحت الإيد اللي حامل الشفرة. اطلعي قدامي. Ah!
نحن رحمتنا مع الأبرياء والظالمين حياتهم لجهنم الحمراء. إذا أنت وقفتي جنبي أنا بوعدك كمان خطوة خطوة رح أتعافى إن شاء الله. حتى تعي خلينا نجرب أختي خطوة خطوة هلأ. عن جد بابا؟ يعني فيك تقوم؟ كرمالك أنت بقوم بنتي. يلا بابا يلا فيك تقوم يلا أكيد بتقدر. يلا بابا يلا بابا بابا أنت عم تمشي. يلا يلا بابا كمان كمان. يا سلام بابا عم يمشي. بابا انت مشيت. يلا هلا حبيبتي هاتي هالكرسي لشوف. ليكو بابا كل يوم اذا بخطي هيك خطوه بعد فتره كل مارك انت بركض كمان. انت كيف خليتني امشي وانا بيبي؟ انا كمان هيك رح اعلمك. اذا بكيت ما رح اعلمك كيف تمشي. ايه والله يا بنتي انا كمان صرت مثل البيبي هلا ما هيك؟ اللي اسمه جوكان هاد متعطش للدم لدرجة مرعبة، ومثل ما استهدف مسيرته أصحاب المراتب العالية كمان ارتكب جرائم كتير كان سببها خصومات وأسباب شخصية بحتة. اللي قلته قليل كمان سيادة النائب، أنا بعرفه لهذا الزلمة عن قرب. من وين بتعرفيه أنت إلي؟ كنت من زمان أنا كمان عنصر استخبارات بجماعة هذا الجاني جوكان اللي عم يحكي عنه سيادة النائب. وقتها كان واحد من اللي لفتوا لي انتباهي جداً. ممتاز، معناها ما عاد في لزوم احكي اكثر عن خطوره هروب هذا المجرم. ليلي انت انكشفتي عندهم ولا لا؟ انا ما انكشفت عندهم، اذا جبرت فيني ادخل بيناتهم كمان. خلينا نترك هي المهمه للاستخبارات، انت هلا صرتي من فرقه العمليات الخاصه. امرك سيدي. ايه بالمناسبه كمان يا شباب، انا حكيت مع سياده النائب العام بوضع عاكف. عاكف كان رح يمنع هريبه هذا المجرم. على الاقل هو انقذ حياه الدكتور. هيك لكان عاكف صاحبنا عم يساوي مهمات من دونه وهو بالحبس. بخصوص فترة التحقيق اللي بتخص زميلكن عاكف، سيادة النائب قال انه رح يقدر انه يستمر فيها مع اطلاق صراع عاكف تحت مسؤوليته. اصلا بعد البطولة اللي عملها كان بيستحق هذا الشيء. وانا متابع هذا الموضوع بنفسي يا شباب، لا يضل بال حدا فيكن على عاكف. شكرا سيدي. سيدي أنا عندي سؤال بدي أسأله لسيادة النائب.
قول. إذا استشهدت بوحدة من العمليات بدي اندفن مباشرة بالكفن من غير تابوت. بحق لي اكتب وصية بهالخصوص يا ترى؟ لك ابني هذا السؤال مو للنائب، بدك تسأل حضرة المفتي. أرسين عمل تضحية كتير كبيرة وهلأ دورنا نحن. بالأول رح نبلش بالنائب العام اللي زتني جوا، بعدين الوسخ اللي قتلوا لأرسين مين ما كان رح نحاسبه إله كمان. انتي ليش عم تبكي وليك؟ أمي كان عندها حق، انتو ما عندكم لا رحمة ولا شفقة. بقتل كل هالعالم رح ندافع عن قضية نحن؟ بنتي حاجتك بكي بقى، عطوها لهي كم كتاب من كتبنا لحتى تعرف كيف بتتم الثورة وكيف بيكون السائر. أنا ما بدي يكون آلة لهي السخافات أكتر من هيك. هيك لكان، بس اتأخر الوقت كتير. استنى بابا، أنا رح صب لك. أنا رح أفتح. أمي أهلا وسهلا. نازلي يا حبيبتي، وين أبوكي؟ ليكو جوا فوتي. انت كيف بتجيب هاي البنت لحالها كل هالمسافة صالح؟ مثل ما قلت لك اجت لحالها. نازلي نازلي. امي انا منيحة، لا تعصبي امي. شوفي بيتنا قديش صاير حلو. صاير حلو كتير ما هيك خانو؟ بس شكلي تأخرت شوي. ايه كأنه هذا اللي صار. امي نحن رح نرجع نسكن هون ما؟ يلا نازلي، ستك كمان بتكون قلقت، خلينا نمشي نحن. امي اذا انتي ما اجيتي رح يجي حدا غيرنا على هذا البيت الحلو. شو قصده باللي عم تقوله؟ شو بده يكون قصدي يعني؟ ديري بالك على بابا، وإلا أنا رح أجي عيش معه وبدير بالي عليه. ما فينا نترك بابا هون هيك، هو بحاجة لإلنا. يلا خلينا نمشي هلأ. يلا بنتي يلا. إذا رح نرجع برضه أطلع معك، وإلا أنا ما بدي روح من بيتنا أمي. تمام بنتي منشوف، يلا خلينا نمشي هلأ. تصبح على خير سيدي. لا الخير. تصبح على خير. مع السلامة. شو أخي أنت ما خلص دوامك لهلا؟ ما خلص أخي، ولا حتى حل هذا اللغز كمان ما رح يخلص. خير أخي، أنت شو بدك تحله لسه؟ ما بعرف، عم دور على حل أنا كمان. لك يا أخي بيودي إلك إنه اللي شايفه مو حقيقي، بس مو طالع بإيدنا شيء. أنا راكد وراء أحساسي يا أخي، وراء أحساسي. لو كانت الأمور يعني بالشوف وبس كنت رح انفجر أكتر من مرة قدام القنابل. الله يقويك معناها صديقي. تسلم. شكرا صديقي، تصبح على خير. تلاقي الخير. تفضل أهلا وسهلا. عدو عدو. واحد مختل مجهول الهوية اللي بعته لهاد، شف لي شوفي.
ملف صوت سيدي. صوت شو يا؟ ما بعرف، نسمعه هلا. بكل الحالات إذا بدي أبعته على مديرية الأمن رح يخبروكن عن هاي العملية أكيد، فقلت بختصر الوقت وببعته إلكن مباشرة. قد ما كان اللي ساهموا بحبسي آخر مرة كانوا فرقة العمليات الخاصة، بسيطة، إلكن عندي خبر. أنتوا عم تسمعوا التسجيل والصوت هاد، النائب العام اللي زتني بالحبس كمان رح يكون مات بين إيدي. يلا يا أبطال البلد الخارقين، ركضوا لشوف، ركضوا بوشكن على العملية. يلا استعجوا استعجوا، تحركوا يلا. بشو بتأمرنا سيدي؟ هذا الزلمة إذا ما لقيناه بأسرع وقت رح يفتح علينا أبواب جهنم. الزلمة بيدخلوا بكل رياحة، إيد من ورا وإيد من قدام، وبيلاقي النائب العام. شو هالحكي؟ إليف، أنا متذكر أنه أنت اللي كنت بعملية الانضمام لصفوف التنظيم، فيك تخلي اتصالاتك القديمة تتحرك يا ترى؟ طبعاً، فوراً بتصل بالكل سيدي. ألو؟ ألو كيفك؟ أنا بنار. إيه بنار؟ جوكان رجعت له حريته أخيراً، مظبوط هالحكي؟ هذا عن جد خبر حلو. اسمعني، أنا بدي شوفه لجوكان، وجاهزة لأعمل كل اللازم كمان. تمام، أنا ناطرة خبر منكم. أنا كتير مبسوط لأنه رجعت لي حريتي. فرحت كتير لأني شفتك حر كمان. شو؟ أنت رح تنضمي إلنا كمان؟ طبعاً، لما سمعت فوراً اتصلت فيك. رح أخذ بتاري من الكل واحد واحد. من الكل، وأنا بحاجة لحدا موثوق مثلك كتير. إمتى منبلش؟ فوراً. في حدا لازم ينمحى من على وش الأرض تماماً. مو معقول هالكلبشات طلعت بتوجع كتير والله. الشرطي اللي انقتل بالمستشفى كان معروف، اليوم اشتغلت شغل منيح وقمت بعمل بطولي عن جد. مد ايديك خلينا نفكهم، حاول تخليهم تحت لنوصل ولا تقول شي لحدا. بنار انزلي من عندك. بنار انزلي من السيارة. انزلي من السيارة ولك. اهدى شوي يا أبضاي، اهدى شوي، انزلي من السيارة. يلا على مهلك. جوكان، جوكان لا تعملها بنص الطريق، ممكن نمسك بأي لحظة.
شكلك بغيبتي صرتي ناعمة يا بنار. بنار؟ ايه نعم، ولا مو عاجبك؟ لا لا لا، لحظة، لا تكون بدك ياني ناديلها باسم تاني. لا أنا مثلا بناديلها إليف مثلا. أنا وبالحبس أنا كمان عرفت شو أهمية الاستخبارات. هلأ لنسأل ونشوف مين بيحب التاني أكتر. جوكان تروك سلاحك بالهريبة، بتزيد تهمك وبس. إليف أوصي، اعملي اللي مطلوب منك. هو ما بيشبه غيره أبداً عاكف، من غير ما تطلع روحه بياخد روحك كمان معه. شو بدك أحسن؟ مو هذا اللي كان بدك يا أنت أصلاً؟ بالعمليات الخاصة رياح الرومانسية موجودة. إليف يلا أوصي لهذا الواطي يلا. واحد، اثنين. إليف عم قلك يلا أوصيه. ثلاثة. تمام تمام. يا وسخ انت، رح اترك سلاحي. حلو كتير. الله بشكل من الأشكال عم يرجع يجمعنا ببعض على طول. رغم أنه أنت اللي عم تحاولي تفرقي بيناتنا، بس هذا اللي عم يصير غالبا. بس لا تتوتري، لنطلع من هون بالسلامة. أنت من طريق وأنا من طريق. أكيد ممكن غير هيك أصلا، بالأخص بعد الفيديو اللي بتظهر فيه حضرتك وأنت عم تقتل. مو أنا اللي قتلت سليم، وهذا الفيديو اللي طلعوه منين طلعوه ما بعرف، بس بوعدك أعرف عن قريب. بسيطة، ما أنا مهمة بقى، بتبرق اسمك بالآخر عاكف. شايفك متأكدة منيح إنه ما رح نطلع من هون على رجلينا. ما بتعرفه لهذا الوسخ، مختل ومريض نفسي. الله أعلم شو بتكون خطته ليعذبنا بالأول. يا الله دخيلك، شو هالمصيبة هي؟ انتباه، المدير لابس البدلة. معناه ناطرتنا مهمة صعبة. الحمد لله. تفضلوا ارتاحوا شباب. ملفات 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 ملفات، بيسع كل هالحكي بالملفات؟ ما بيسع. سيدي أنا أول مرة بشوف حضرتك باللباس العسكري، الوضع خطير كل هالقد؟ خطير؟ شش. بلا بلا. لك شو صاير يا ترى؟ صاير شي لسيدي عاكف يا ترى؟ شو فيها؟ اسمعوني، لا تتساءلوا فورا مثل طلاب المدارس. سيدي أنا فهمت اللي فهمته، رح جيب سلاحي وبوشي على المهمة. شو أقبلتها؟ أقعد شوية، لازم نربطه لهذا بشي مكان. شباب زميلتنا إليف توغلت لصفوف التنظيم كرمال تنظيم عملية القبض على جوجان، بس قليل الشرف اللي اسمه جوجان واللي قتله للنائب طلع ملاحق لعاكف. انت ليش ما ضغطتي على سناد؟ روحتي على حالك فرصة ذهبية. أنا ماني مجرمة. لك إيش بدك أحسن؟ انت كنت رح تقوصي الزلمة والزلمة بيقوصني، عصفورين بحجر واحد. حتكوني نفستي مهمتك وكنتي رح تحاولي شغلة قتلي لحدا تاني. لو كان بدي قتلك كل هالقد كنت بضغط على زناد من غير ما تسمح لي. ليش ما قوصتيني؟ بتعرف وقصداً عم تسألني هلأ. عم بسألك ليش ما قوصتيني؟
رغم كل شيء، كل ما بتطلع فيك برجف وكأني غصن من ورق. نحن كمان لو ما طلعنا لازم ننقذ سينام. لو بتشوف أمها الست المسكينة هلكت حالها كرمال بنتها. خلص حنطالع البنت ومنطلع نحن كمان. ما بتعرفه لو كان عم قلك من الصبح. يا الله خلص انت شو بدك، لا تاكلي هم ابدا. حاولوا انه يقتلوا لعاكف، والعنصرين من الشرطة استشهدوا على ايدهم، بس طبعا محتمل إليف لما شافت عاكف قدامها كشفت عن حالها قدام الزلمة. أو سيدي دخيلك، سيدي لا تخبرنا أخبار مو حلوة دخيلك. أرجوك لا تقول إنه خسرنا عاكف وأليف. تعذبنا كثير سيدي وحزننا كثير، أعطينا شهداء كثير سيدي، قلبي ما عاد يستحمل. دخيلك لا تخبرنا خبر مو منيح. مثل ما قال زميلكم رح ندخل كلياتنا. أمرك سيدي، أنا بالمقدمة. شباب، عاكف وإليف بإيد الإرهابيين، والبنت المسكينة سينام كمان، والواطي اللي اسمه جوجان جريء لدرجة وحاططنا براسه وبيتصل لهون وبيحكي لنا كل هالمعلومات واحدة واحدة، بعدين كمان بيقلي نحن ناطرينكم، وإذا رجال بتجوا بتاخذوا زملائكم والبنت من هون. فهمنا، كنت نفكر الشغلة أكبر، رح نجيبهم من الجماع. فالتا إذا الرجال عم يتصلوا إلنا تفضلوا خدوهم مثل اللي عم يعزم التاني ليعايده. بتعرف شو بيكون مجهز لنا هنيك يا فهيم؟ لك يا أخي أنا كل يوم عندي عيد. منروح منجيبهم بإذن الله. منجيبهم يا شباب. يا ريت تحتفظوا بأفكاركم الذهبية لحالكم هلأ وتخلوا مديرنا يكمل. ما في شي لكمله شباب. شو ما كان اللي ناطرنا هنيك يكون، رايحين لنخلص من هالقصة. عالموت معي. عالموت. يلا يا شباب الحقوني. اختي. شوفي جبت لك مفاجأة. سينا انا ما سمعت كلمة امي ووقعتكم لكم بهذا الموقف. اسفة كتير. سامحوني دخيلكم. ايه بلشتي كمان بالمسامحة ومدري شو. روحي استني جوا، لا تعبيلي اعصابي اكتر. يلا روحي روحي. لك يلا. عالقليلة اترك هاي البنت تروح بحال سبيلها. رح اتركها تروح، وانتو كمان رح تروحوا. كونك من العمليات الخاصة أنت كمان إجيت على القالب يا أخي. اسمي عاكف. ممتاز، أنت محافظ، كأنه أمك وأبوك كانوا بيحبوا الوطن كتير. ليك لا تبلش ولا تطلع لي خلق عليك. ها اشتهيد واحد منكم يكون زلمة عن جد يا. بما أنه هي البنت خاطرت بحياتك كرمالك، معناتها بتكون بتحبها. هي بتشوف شغلها وأنا بشوف شغلي. أنت كمان لما شفت معي برقت عيونك فكرتني ما انتبهت يعني؟ مو على البنت، يمكن أنا لما شفت شيطان مثلك بتكون عيوني برقت. أنتوا جماعة العمليات الخاصة بتكونوا أصحاب دين، وقصص الدين والإيمان هي كلها بتاكلها وبتعبي لك بطنك. الإيمان مو كرمال تعبي بطنك، كرمال تعبي مخك. واللي بيحصلوا الحياة بين المعدة والتواليت، ولأنه بيشوفوا كل شي بالمعدة بيضلوا هيك بيتطلعوا حواليهم مثل الهبلان، وبس لتموت بتعرف شو هو الدين ولا شو هو. ورح يجي يوم وتتذكر هاد الحكي اللي قلتلك يا منيح. انت تركنا من قصص الآخرة هلا. مقدما انت رح تموت، بحب خبرك يعني. الحمد لله. معناتها ما رح نموت على السرير وما رح تهرب كمان. اسمعوا لك، إذا أنت إلك حساب بالدنيا، الله كمان بيحاسب بالآخرة. قلت لك اتركني من قصص الآخرة. أنا رح أعطيك فرصة لأمنية أخيرة. إذا بتحب بفك لك إيديك وبتبوس هي البنت قبل ما تموت لتشبع.
نحن منحمل روحنا على كفنا، وإذا بدي أقطع للجهة الثانية تركني روح أتوضى وقوم صلي لي ركعتين. حلو حلو حلو، مجنون أنت مها؟ إليف شايفة بدقيقتين باعك. هي بتكون عم تدعي لي، أنت لا تتعب حالك، إذا قلنا نصيب فنحن بالآخرة كمان رح نجتمع سوا. والله ضحكتوني كتير. تمام عاكف، والله طلعت مالك قليل، بلت أمنيتك الأخيرة ومشي الحال. إلهي يا رب المشرق والمغرب ويا مالك الأرض وما عليها، أنت القادر على إفشال خطط الشيطان، قادر يا كريم، أنت القادر على كل شيء، ومن آمن بك فهو المنتصر. يا قادر يا قدير، فلا غالب إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. وقفوا استنوا، وقفوا دستور. بسم الله. استنوا، هي ام البنت سيدي. سيبه وشوف لي شو الموضوع يا ابني. نازل سيدي. زين زين، الباقي خلوكم جاهزين. خالتي شو عم تعملي؟ من المديريه لقوا بنتي وقالوا لي انتوا رايحين لتجيبوها، قالوا لي استني هون، بس انا هربت منهم واجيت. ايه وين الشرطي يا اليف؟ يا ام الشرطي يا اليف عن بنتك هلا راحت لهونيك كرمال تخلصها، ونحن رايحين لنطالعهم ان شاء الله. عن جد؟ انا كمان رايحه معكم. لا خالتي انت ما فيك تيجي معنا. بروح وما حدا بيقدر يمنعني. قلب الام ما في قوه بالعالم بيقدر يهديها يا ابني. اطلع انت لهون. امرك سيدي. جميل، انت انزل لشوف. جميل، رح خبر مديريه الامن هلا، انت انتظر هون، رح يبعثوا لك سياره بتجيبها الست المسكينه كمان وبتلحقنا، يمكن تفيدنا بانها تحكي مع بنتها. يلا لشوف. امرك سيدي.